ആഫിയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ റാഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് നൽകുന്നി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. തങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ ബാപ്പയും തങ്ങളുടെ ഉമ്മയും തങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും കുടുംബത്തിനെയും എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തിലും ഇസ്സത്തിലും പുത്തൻ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെട്ട് സദസ്സിൽ അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് രോഗം മാറണമെന്ന് കരുതി ഇവിടെ വന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. എത്രയോ രോഗികൾക്ക് അല്ലാഹു മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ജാഹു കൊണ്ട് അല്ലാഹു ശിഫ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആഫിയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ എമ്പാടുമുണ്ട്. എല്ലാവരും സദസ്സിന്റെ ബഹുമാനം പാലിക്കണം. ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ശക്തമായി ഉണർത്തുകയാണ്. സംസാരങ്ങൾ മജ്ലിസിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റണം. സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തും പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തും അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങളോ കളികളോ അതുപോലെ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുക അതൊന്നും പരിപാടി പാടില്ല. എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം വന്ന പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്. അവരെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും സദസ്സിന്റെ ബഹുമാനം ഉൾക്കൊള്ളുക. സ്ത്രീകൾ അവരുടേതായ അദബുകൾ പാലിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ചെറിയ മക്കളെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബദരീങ്ങളെ പേര് ചൊല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ നോട്ടവും കാവലും വരുന്ന സദസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ കളിച്ചാൽ കുരുത്തക്കെട് ചോദിച്ചു വാങ്ങലാവും. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും നല്ലതുപോലെ അതപ് പാലിച്ചിരിക്കുക. അതിനൊന്നും പറ്റൂല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പരിസരത്ത് നിന്ന് മാറി തന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സദസ്സായി നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന് മറ്റു സദസ്സുകൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദുനിയാവും ആഖിറവും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات الأئمة الأربعة المجتهدين والنقطاب الأربعة والفقهاء والمفسرين والمحدثين رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات أساتذتنا وأساتذتهم ومشايخنا ومشايخهم ومشايخ سلسلة القادرية والرفاعية والنقشبندية وجميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا من إلى حضرة السيد القطب الشهير الحبيبي السيد عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسماء البدر جلّيان وراء اسمك الكبر رضي الله عنه أن الذكر إلا برد جلّنا أكشاكنا كن ذكر بدريقل لك مدينة لك يتم الله سيكري كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر الشيخ الداراني رحمة الله عليه أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنهم. قال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم والتوسل بهم. اللهم لك الحمد حمدا دائما بدوامك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وسيدنا زبير بن العوام رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة عمير بن الجراح رضي الله عنه وسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وسيدنا الأخنس بن خبيب رضي الله عنه وسيدنا أرقام بن أبي الأرقم رضي الله عنه وسيدنا أسعد بن يزيد رضي الله عنه وسيدنا أنس بن معاذ رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أنيس بن قتادة رضي الله عنه وسيدنا أوس بن ثابت رضي الله عنه وسيدنا أوس بن خولي رضي الله عنه وسيدنا إياس بن أوس رضي الله عنه وسيدنا إياس بن البكاج رضي الله عنه وسيدنا بجير بن أبي بجير رضي الله عنه وسيدنا بحاث بن ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا البراء بن معرور رضي الله عنه وسيدنا بسبسة بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا بشير بن البراء رضي الله عنه وسيدنا بشير بن سعد رضي الله عنه وسيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وسيدنا تميم مولى فراش رضي الله عنه وسيدنا تميم مولى بني غنم بن سلمة رضي الله عنه وسيدنا تميم بن يعار رضي الله عنه وسيدنا ثابت بن أرقم رضي الله عنه وسيدنا ثابت بن ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثابت بن خالد رضي الله عنه وسيدنا ثابت بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا ثابت بن هزال رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة بن حاتب رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة بن علمة رضي الله عنه وسيدنا ثقف بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا جابر بن عبد الله بن رياب رضي الله عنه وسيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا جبار بن زخر رضي الله عنه وسيدنا جبر بن عتيق رضي الله عنه وسيدنا جبير بن إياس رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن أنس رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن أوس بن رافع رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن أوس بن معاذ رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن حاتب رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن خزيمة رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن خزمة رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن أبي خزمة رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن سلمة رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن عرفجة رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن قيس رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن قيس رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن نعمان رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن سراقة رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن نعمان رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن أبي بلتعة رضي الله عنه وسيدنا الحارث بن عمرو رضي الله عنه
وسيدنا الحباب بن المنذر رضي الله عنه، وسيدنا حبيب بن الأسود رضي الله عنه، وسيدنا حرام بن حان رضي الله عنه، وسيدنا حريث بن زيد رضي الله عنه، وسيدنا الحسين بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا حمزة بن الهمي رضي الله عنه، وسيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وسيدنا خارجة بن زيد رضي الله عنه، وسيدنا خالد بن البكير رضي الله عنه، وسيدنا خالد بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه، وسيدنا خباب بن مولى عتبة رضي الله عنه، وسيدنا خبيب بن إساف رضي الله عنه، وسيدنا خلاش بن قتادة رضي الله عنه، وسيدنا خراش بن سلمة رضي الله عنه، وسيدنا خريم بن فاتك رضي الله عنه، وسيدنا خلاد بن رافع رضي الله عنه، وسيدنا خلاد بن سويد رضي الله عنه، وسيدنا خلاد بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا خلاد بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا خليد بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا خليفة بن عدي رضي الله عنه، وسيدنا خنيس بن حذافة رضي الله عنه، وسيدنا خوات بن جبير رضي الله عنه، وسيدنا خولي بن أبي خولي رضي الله عنه، وسيدنا ذكوان بن عبيد رضي الله عنه، وسيدنا ذو الشمال بن عبد عمرو رضي الله عنه، وسيدنا راشد بن المعلى رضي الله عنه، وسيدنا رافع بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا رافع بن عنجدة رضي الله عنه، وسيدنا رافع بن مالك رضي الله عنه، وسيدنا رافع بن المعلى رضي الله عنه، وسيدنا رافع بن يزيد رضي الله عنه، وسيدنا ربيعة بن رافع رضي الله عنه، وسيدنا ربيعة بن إياس رضي الله عنه، وسيدنا ربيعة بن أكثم رضي الله عنه، وسيدنا رخيرة بن ثعلبة رضي الله عنه، وسيدنا رفاعة بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وسيدنا رفاعة بن عبد المنذر رضي الله عنه، وسيدنا رفاعة بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا زياد بن سكن رضي الله عنه، وسيدنا زياد بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا زياد بن لبيد رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن أسلم رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن المزين رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن مضيعة رضي الله عنه، وسيدنا زيد بن المعلى رضي الله عنه، وسيدنا زاني بن عبيد رضي الله عنه، وسيدنا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وسيدنا الصائب بن عثمان بن ملعون رضي الله عنه، وسيدنا ثبرة بن فاتك رضي الله عنه، وسيدنا سراقة بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا سراقة بن كعب رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن خولة رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن خيثمة رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن زيد رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن سعد رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن سهير رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن عبيد رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن عثمان رضي الله عنه، وسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسيدنا سعد مولى حاتم رضي الله عنه، وسيدنا سفيان بن الحسن رضي الله عنه، وسيدنا سلمة بن أسلم رضي الله عنه، وسيدنا سلمة بن ثابت رضي الله عنه، وسيدنا سلمة بن سلامة رضي الله عنه، وسيدنا سريث بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا سليم بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا سليم بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا سليم بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا سليم بن حان رضي الله عنه، وسيدنا سماك بن سعد رضي الله عنه، وسيدنا سنان بن صيفين رضي الله عنه، وسيدنا سنان بن أبي سنان رضي الله عنه، وسيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه، وسيدنا سهل بن رافع رضي الله عنه، وسيدنا سهل بن عتيق رضي الله عنه، وسيدنا زهير بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا زهير بن وهب رضي الله عنه، وسيدنا زهير بن رافع رضي الله عنه، وسيدنا سواد بن رزين رضي الله عنه، وسيدنا سواد بن عزية رضي الله عنه، وسيدنا سويب بن حرملة رضي الله عنه، وسيدنا شجاع بن وهب رضي الله عنه، وسيدنا شريك بن أنس رضي الله عنه، وسيدنا شماث بن عثمان رضي الله عنه، وسيدنا صبيح مولى بن عز رضي الله عنه، وسيدنا صفوان بن وهب رضي الله عنه، وسيدنا صيفي بن سواد رضي الله عنه، وسيدنا صهيب بن سنان رضي الله عنه، وسيدنا الضحاك بن حارثة رضي الله عنه، وسيدنا الضحاك بن عبد عمرو رضي الله عنه، وسيدنا ضمرة بن عمرو رضي الله عنه، وسيدنا طفيل بن الحارث رضي الله عنه، وسيدنا طفيل بن مالك رضي الله عنه، وسيدنا طفيل بن نعمان رضي الله عنه، وسيدنا طلي بن عمير رضي الله عنه، وسيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وسيدنا عاصم بن عدي رضي الله عنه، وسيدنا عاصم بن عكاج رضي الله عنه، وسيدنا عاصم بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا عقل بن البكاج رضي الله عنه، وسيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن أمية رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن البكير رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن سعد رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن فهيرة رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن مخلد رضي الله عنه، وسيدنا عمرو بن السكن رضي الله عنه، وسيدنا عباد بن بشير رضي الله عنه، وسيدنا عباد بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا عباد بن صامت رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن جد رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن جد رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن حمير رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن الربيع رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن سراقة رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن سلمة رضي الله عنه،
وسيدنا عبد الله بن سهير رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن سهير رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن شريك رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن طارق رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن عامر رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عبد مناف رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عروفة رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عامر رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عمير رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن كعب رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مخرمة رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن ملعون رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن نعمان رضي الله عنه سيدنا عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه سيدنا عبد ربه بن حق رضي الله عنه سيدنا عبد بن الحسحاس رضي الله عنه وسيدنا عبس بن عامر رضي الله عنه سيدنا عيد بن معيس رضي الله عنه سيدنا عبيد بن أوسن رضي الله عنه سيدنا عبيد بن تيهان رضي الله عنه وسيدنا عبيد بن زيد رضي الله عنه سيدنا عبيد بن أبي عبيد رضي الله عنه سيدنا عبيد بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا عتبان بن مالك رضي الله عنه سيدنا عتبة بن ربيعة رضي الله عنه سيدنا عتبة بن عبد الله رضي الله عنه سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه سيدنا عثمان بن ملعون رضي الله عنه وسيدنا جلان بن نعمان رضي الله عنه سيدنا عدي بن أبي الزغباء رضي الله عنه سيدنا عصمة بن الحسين رضي الله عنه وسيدنا عسيمة بن الأشجع رضي الله عنه سيدنا عتية بن نويرة رضي الله عنه سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه سيدنا عقبة بن عثمان رضي الله عنه وسيدنا عقبة بن وهب رضي الله عنه سيدنا عقبة بن وهب رضي الله عنه سيدنا عكاشة بن محسن رضي الله عنه سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وسيدنا عمارة بن حزم رضي الله عنه وسيدنا عمارة بن زياد رضي الله عنه وسيدنا عمر بن ياسر رضي الله عنه وسيدنا عمر بن جموح رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا عمرو بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا عمرو بن فراقة رضي الله عنه وسيدنا عمرو بن أبي صرح رضي الله عنه وسيدنا عمرو بن طنق رضي الله عنه وسيدنا عمرو بن قيس رضي الله عنه وسيدنا عمرو بن معبد رضي الله عنه وسيدنا عمرو بن معاذ رضي الله عنه وسيدنا عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا عمير بن حرام رضي الله عنه وسيدنا عمير بن همام رضي الله عنه وسيدنا عمير بن عوف رضي الله عنه وسيدنا عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وسيدنا عوف بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا عوي بن سعيد رضي الله عنه وسيدنا عياض بن الزهير رضي الله عنه وسيدنا غنام بن الخزرج رضي الله عنه وسيدنا الفاكه بن بشر رضي الله عنه وسيدنا فروة بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا قتادة بن نعمان رضي الله عنه وسيدنا قدامة بن ملعون رضي الله عنه وسيدنا قتبة بن عامر رضي الله عنه وسيدنا قيس بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا قيس بن محسن رضي الله عنه وسيدنا قيس بن مخلد رضي الله عنه وسيدنا كعب بن جماز رضي الله عنه وسيدنا كعب بن زيد رضي الله عنه وسيدنا لبثة بن قيس رضي الله عنه وسيدنا مالك بن أبي خولي رضي الله عنه وسيدنا مالك بن الدخشم رضي الله عنه وسيدنا مالك بن ربيعة رضي الله عنه وسيدنا مالك بن رفاعة رضي الله عنه وسيدنا مالك بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا مالك بن قدامة رضي الله عنه وسيدنا مالك بن مسعود رضي الله عنه وسيدنا مالك بن نمينة رضي الله عنه وسيدنا بشر بن عبد المنذر رضي الله عنه وسيدنا مجدر بن زياد رضي الله عنه وسيدنا محرر بن عامر رضي الله عنه وسيدنا مهرث رضي الله عنه وسيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وسيدنا مدلاج بن عمر رضي الله عنه وسيدنا مرصد بن أبي مرصد رضي الله عنه وسيدنا مستح بن أثاثة رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن أوس رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن خالد رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن ربيعة رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن زيد رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن سعد رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن عبد سعد رضي الله عنه وسيدنا مسعود بن عمير رضي الله عنه وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وسيدنا معاذ بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا معاذ بن سمة رضي الله عنه وسيدنا معاذ بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا معاذ بن معيس رضي الله عنه وسيدنا معبد بن عباد رضي الله عنه وسيدنا معبد بن قيس رضي الله عنه وسيدنا معتب بن عبيد رضي الله عنه وسيدنا معتب بن عوف رضي الله عنه وسيدنا معتب بن قشير رضي الله عنه وسيدنا معقل بن المنذر رضي الله عنه وسيدنا معمر بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا معن بن عدي رضي الله عنه وسيدنا معن بن يزيد رضي الله عنه وسيدنا معبد بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا معبد بن عمر رضي الله عنه وسيدنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه وسيدنا مريد بن مبرة رضي الله عنه وسيدنا المنذر بن عمر رضي الله عنه وسيدنا المنذر بن قدامة رضي الله عنه وسيدنا المنذر بن محمد رضي الله عنه وسيدنا مهجع بن صالح رضي الله عنه وسيدنا نضر بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا نعمان بن العرج رضي الله عنه وسيدنا نعمان بن سنان رضي الله عنه وسيدنا نعمان بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا نعمان بن عبد عمرو رضي الله عنه وسيدنا نعمان بن ابي خدمة رضي الله عنه وسيدنا نعمان بن عسر رضي الله عنه وسيدنا نعمان بن مالك رضي الله عنه وسيدنا نعيمان بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا نوفل بن عبد الله رضي الله عنه
وسيدنا هاني ابن نيار رضي الله عنه وسيدنا هبيل بن مبرط رضي الله عنه وسيدنا هلال بن المعلى رضي الله عنه وسيدنا عقد بن عبد الله رضي الله عنه وسيدنا ودقة بن إياس رضي الله عنه وسيدنا وديعة بن عمرو رضي الله عنه وسيدنا وهب بن سعد رضي الله عنه وسيدنا وهب بن أبي صرح رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن الحارث رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن خزامة رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن رقيش رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن السكن رضي الله عنه وسيدنا يزيد بن المنذر رضي الله عنه وسيدنا أبي أيوب الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي نعمان الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي حبة اللوسي رضي الله عنه وسيدنا أبي حنة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي حبيب الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي حذيفة المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي حسن الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي خالد الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي خلاد الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي خزيمة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي داود الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي دجانة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي سبرة المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي سريرة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي سليط الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي سلمة المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي سنان المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي شيخ الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي سرمة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي ضياح النوسي رضي الله عنه وسيدنا أبي طلحة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي يقين النوسي رضي الله عنه وسيدنا أبي قتادة الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي قيس الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي كبشة المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي لبامة النوسي رضي الله عنه وسيدنا أبي مخشي المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي مرصد المهاجر رضي الله عنه وسيدنا أبي مسعود البدري الخزرجي رضي الله عنه وسيدنا أبي مولئ النوسي رضي الله عنه وسيدنا أبي الهيثم النوسي رضي الله عنه وسيدنا أبي اليسر الخزرجي رضي الله عنه أن تجعلنا وتجعل والدينا وأساتذتنا ومشايخنا وإخوتنا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وتجعل من حضروا في هذا المجلس الكريم خاصة وتجعل من أوصانا بالدعاء وتجعل من أعاننا وتجعل من أعان معاهدنا وجمعياتنا خاصة في حماك الذي لا يرام وجوارك الذي لا يخفر ولا يضام وبقايتك الكافية التي لا تدرك وسترك الضعف الذي لا يهتك وحسنك الشامخ البديع ووديعتك المصونة التي لا تضيع وأن تضرب علينا وعلى من ذكرنا سرادقات حفظك وعنايتك وتردينا وإياهم بكنفك وكلاءتك ورعايتك وأن تحبس عنا وعنهم شر الأشرار وتحجبنا وإياهم بنور عظمتك من الظلمة والفجار وأن تعقد عنا وعنهم كل لسان ناطق بشر وترد عنا وعنهم كل سهم رام بضر وأن تعمي كل بصر إلينا وإليهم بالحسد رامق وكل قلب لنا ولهم بالعداوة خافق وأن تقهر من يريد قهرنا وأن تقهر من يريد قهرنا وأن تقهر من يريد قهرنا قهرا يمنعه الراحة والقرار وتضيق عليه فصيح الأرض وواسع الأقطار وأن تخرج كل مؤذ لنا وأن تخرج كل مؤذ لنا وأن تخرج كل مؤذ لنا عن دائرة الحلم واللطف والمهل وتغل أيدي أعدائنا وتغل أيدي أعدائنا وتغل أيدي أعدائنا وتربط على قلوبهم ولا تبلغهم فينا اللمل ولا تبلغهم فينا اللمل ولا تبلغهم فينا اللمل وأن تكفينا كل باغ فشابت
وتكون لنا عوضا عن كل هالك وفائت، وأن تعصمنا من شر الفتن والمحن، وتنقي قلوبنا وتنقي قلوبنا وتنقي قلوبنا من الحسد والنحقاد والإحن، وأن تذهب من السوء ما خلفنا وأمامنا، وتبلغنا في الدارين أقصى مرامنا، وأن تحفنا بألطافك الخفية في قواصر اللقضية ونوازل الأقدار، وتصحبنا معيتك الخفية وتصحبنا معيتك الخفية وتصحبنا معيتك الخفية في سائر التقلبات والأطوار، في ليلنا ونهارنا وضعننا وأسفارنا ونومنا وقرارنا وعلانيتنا وإسرارنا. اللهم إنا نسألك بهم، اللهم إنا نسألك بهذه السعادات المذكورين أن تجود علينا وعلى من ذكرنا بعفوك الشامل لكل جهد وعقوق، وبرك المتنامل كل بر وفاجر، ولا حق عليك لمخلوق، وأن تغنينا عمن سواك، وأن تغنينا عمن سواك، وأن تغنينا عمن سواك، وتمد عيشنا مدا، وتمهد لنا في قلوب عبادك المؤمنين مدا، وأن تقضي عنا الحقوق والدين، وأن تقضي عنا الحقوق والدين، وأن تقضي عنا الحقوق والدين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وتطيب لنا كسبنا، وتقيل عثراتنا، وتتقبل أعمالنا وحسناتنا، وتخرجنا من الظلمات إلى النور، وتحول بيننا وبين المعاصي بأعظم جنة وأحسن سور، وتجعل الإسلام منتهى رضائنا، وتحيينا حياة طيبة معافين في ديننا ودنيانا، لا آنسين من فضلك ورحمتك، ولا مقنطين من عفوك ورأفتك، وأن تصرف عنا ما يماذج كليتنا من الظلم والأغيار، وتجبر قلوبنا الكثيرة بالظفر والانتصار، وترزقنا الإنابة وحسن اليقين، وترينا الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين، وألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبطلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا دمرته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا سحرا إلا أبطلت، ولا غائبا إلا رددت، ولا مسجونا إلا خلصت، ولا علما إلا أنفعت، ولا علما إلا أنفعت، ولا علما إلا أنفعت، ولا قلبا إلا طهرت، ولا طفلا إلا ربيت، ولا مرادا إلا أصلحت، ولا داعيا إلا أجبت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعدتنا على قضائها، ويسرت طرقها وأسبابها بحقوق هؤلاء السادات المذكورين رضوان الله عليهم مجمعين في كل وقت وحين. رضي الله عن الشهداء، رضي الله عن أهل بيت.